قدم النائب صالح عاشور استجواباً لوزيرة الشؤون يتألف من محورين، وبدورها قالت الصبيح أن الاستجواب حق دستوري للنائب. تم تقديم استجواب في الأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبغض النظر عن محاور الاستجواب، أنا أعتقد القضية مع وزيرة الشؤون مو فقط مرتبطة في محاور الاستجواب. وزيرة الشؤون في هذه المرحلة وصلت أعتقد إلى طريق مسدود مع جميع المؤسسات المرتبطة فيها. هذا حق دستوري، لا أستطيع أنا أو أي شخص من الحكومة أن يمنعه. يمارس حق الدستوري بكل احترام، ونمارس الرد عليه كذلك بكل احترام. أخ فاضل كل احترام، نختلف نتفق، البلد هو اللي فوق.